اهلا وسهلا بحضراتكم. اللي معانا من اول حلقه قدمنا السيده الفاضله المدرسه الكبيره والعظيمه يعني الست ناديه من الحلميه. طب احنا ايه اللي ودانا عند الست ناديه؟ طب احنا ممكن كنا نروح من غير سبب، بس احنا لينا قصه عند الست ناديه. ايه القصه؟ زميلنا يوسف شاكر قال لنا في واحد راجل في الحلميه فوق معدي 80 وقاعد قدام الدكانه بتاعته وبيبيع كتب، وهو المحل زحمة وكده يعني مليان حاجات، فهو قاعد قدام المحل كده وحاطط الكتب، وتيجي تشتري الكتاب تدفع جنيه تدفع اتنين تدفع تلاتة مفيش مشكلة. هو ده عمك عبد الحليم. فروحنا لعم عبد الحليم قعدنا قعدة لطيفة وكلمنا وبتاع، لكن واحنا قايمين قلت له يا عبد الحليم انت الدكانة بتاعتك انت مش عارف تخشها؟ قال لي والله ده انا عندي مكتب جوه مكلفه الشيء الفلاني وعندي حاجات جوه مش عارف ابيعها. فقلت له طيب يا عبد احنا ايه هنجيلك نروق لك المحل. قال لي طب متشكرين قوي. وخدتني بقى بتاع زي ما انتم شايفين كده في الصوره، ورحت انا وزمايلي ده زميلنا رأفت، وخدت احمد كمان، وخدت مجموعه كده من الناس اللي يعني ربنا يعني بلاهم بانهم يكونوا بيساعدونا في الحياه، ومصطفى كمان موجود اهو. مصطفى زميلنا ده، مصطفى ده بتاع الانتاج كله، ده اللي ما بيجيب لناش سندوتشات اثناء التصوير مش مشكله. ورحنا وخرجنا الحاجه وبدانا ايه نشتغل، وانا معاهم ما بشتغلش يعني بس ايه بهندس كده منظره يعني. وفجاه اولا دخل واحد كده مسح بيا الارض بينا كلنا، يعني انتوا جايين تعملوا الحاجات التافهه ديت وشوفوا الزباله هنا ومش الزباله هنا، اهو الاخ ده ادانا طخ 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 طخ، وايه اللي بتعملوا الحاجات التافهه دي؟ راح مساعد الراجل العجوز يا عم الحاج، وادانا وادانا وادانا، والراجل ده كان يتولى مركز يعني كويس، لكن شتمنا ومشي بارك الله فيه واسعد اوقاته. المشكله الثانيه بقى جت واحده ست وادي له، انتوا بتعملوا ايه في عبد الحليم؟ بنعمل ايه في عبد الحليم؟ احنا بنروق له الدكان يا ست الحاجه، بنعمل له ما بنعملش حاجه مبنى. واذا بالناس ناس قليله مش كلهم يعني، الاخ ده قال كلمتين ومشي بارك الله فيه، احنا ما احتكناش بيه وما لناش دعوه بيه. وبدات ناس تيجي تقول كلام ضد الراجل دوت. على فكره الشارع كان زي الفل، يعني مش عارف في صوره للشارع ولا لا، الشارع كان زي الفل. وبعدين جت الست بتعملوا ايه في حليم؟ سيبوا حاجة عبد الحليم، مالكوش دعوه بحليم. ولقينا الحكايه بتقلبت الى ان احنا كاننا بنرتكب جريمه، فقلنا بس احنا نرجع كل حاجه مطرحها، ورجعنا له كل حاجه مطرحها. ولدرجه انهم اثروا في عبد الحليم نفسه، رحت لقيته متضايق كده، عبد الحليم مالك؟ قال لي الحاجه. قلت له احنا يعني اذا كان في حد عايز احنا بنوضب لك المحل عشان تعرف تخش. لكن كلام الناس اثر في عبد الحليم او اثر في الواقع كلها واثر فينا احنا كمان، احنا كمان اتضايقنا. يعني احنا مش جايين نعمل غير حاجه كويسه. فحاج عفيفي اتغاظ قوي فقال لها حاجه يعني انتوا شايفين الراجل مش عارف يخش الدكانه بتاعته، ما حدش فيكم في الحته كان قادر يشيل له شويه كتب كده ويشيل له شويه كتب ويساعده بدل ما انتوا جايين دلوقتي تعملوا هيصه. والله كانت كلمه حكيمه. لكن انا فضلت ان احنا ما بنحبش النزاع وما بنحبش المشاكل، وسمعنا كلام كده وكلام كده مش علينا احنا، على بقى الحاره اللي احنا فيها والشارع اللي احنا فيه ده وعلى بيوت مخالفه وبتاع، بس احنا قلت لهم انا مش الحي، انا ماليش علاقه باي حاجه. انا ماليش علاقه باي حاجه يا عبد الحليم، حاجتك عندك وكتبك عندك، واحنا نكتفي بس في البرنامج لان احنا مش بندعبس على ان احنا ناذي حد ولا نضايق حد ولا نعمل اي حاجه في حد، الا اذا كان الحد ده بيأذي اخر، ودي امور لها قنوات اخرى مش في باب الخلق. فاحنا اكتفينا بلقاء عبد الحليم وحكينا للراجل قاعد بيعمل ايه وذكرياته ايه، وكل ما حدث ده احنا ركناه على جنب. بس انا ليه بحكيه؟ عشان الناس مش قليله اللي بتفتي وهي مش عارفه حاجه. يعني لما بقت الست الحاجه الفاضله قالت بتعملوا ايه؟ قلت لها يا ست احنا بنعمل كده، هي ما بتسمعش. خلاص هي معتقده ان احنا بنأذي عبد الحليم. ودب دب 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 دب. فالفكره يعني الناس لازم تسمع. يعني المشكله اللي حصلت دي هي مشكله اتفضت في ربع ساعه ما حصلش حاجه. لكن الناس لازم تسمع
ما حدش بيسمع حد، ولازم الناس يعني تكون عندها شوية صبر، تسمع كلام عجبك عجبك ما عجبكش خلاص نفضها سيرة. انما للأسف دلوقتي انت لما بتيجي تتكلم كلمة تلاقي اللي قدامك يعني اداك على طول 10 كلمات ما سمحلكش تكمل حكايتك. انت تقول مثلا والله ده انا امبارح يعني رجلي وجعتني، اقول لك والله وانا ظهري امبارح اتدغدغ ومش عارف قدر. يا عم ده انا لسه بحكي لك على رجلي، بس اسمع الحكايه. وهكذا في امور ممكن اكون انا ما عنديش فكره عنها، يعني موضوع انا ما عنديش فكره عنه خالص، بس مجرد ما حد فتحه يعني نفتي ونفتي ونفتي. فانا لا الوم احد، وانا يعني بحيي الحلميه دي حتتي وانا بحبها جدا، وبشكر عبد الحليم على التسجيل. اما ما حدث خلاف بره التسجيل فده امر لا يعنيني في شيء، وارجو ان الناس لو هناك زعلت من حاجه انا بعتذر لهم، ولو ان انا ما اخطاتش في حق اي حد ولا قلت ولا كلمه رغم ان اتقال لي كلام جارح. يعني انت جاي تعمل حاجه عبيطه وبتاع مش عارف ايه، انت بتعملوا ايه وحاجات زي كده. لكن العبط يمكن يكون فيه وجهات نظر، احنا ما شفناش في ان احنا لما بنحاول نساعد عبد الحليم نخش دكانته ونشيل له الكتب وننظفها، ما شفناش ان ده شيء عبيط ولا شفنا انه شيء عظيم، لكن شفنا ان هو لمسه انسانيه بس مش اكتر من كده. عشان نقدمه في التلفزيون، عشان لو انت عندك جارك عنده محل فيه مشكله عنده بتاع، تقوم تلاقي ان ده شيء لطيف يوم يستدعي عندك روح ولاد البلد، فانك انت تنزل تساعد جارك ادي بس.